غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أثقل كاهل المواطن، أما مفردات البطاقة التموينية فلم تعد تسمن أو تغني من جوع. ويتساءل أحدهم، هل تكفي قنينة الزيت ابن الوزير لشهرين؟ يعني تقدر هو كوزير تكفي بطل الزيت كل شهرين ثلاثي؟ ما يجوز هذا الشيء، الكمية غير كافية، الكمية حيل قليلة جدا قليلة، الشكر قللوه من كيلوان إلى كيلو، الحمص المجروش ما يفيد، يعني حش النعمة علف حيواني مع الطيور. 6 سلات غذائية و10 وجبات من الطحين وزعت في العام الماضي، قابلها تأخر وتخبط في مواعيد التوزيع. هذا ويشكو وكلاء المواد الغذائية من قلة الحصة وسوء بعض موادها التي وصفت بالعلف الحيواني مثل الحمص المجروش كما يسمى. بالنسبة للمواد الغذائية اللي هيوزعوها على المواطنين، أول شيء كل سنة شهرين يعني ياخذون من الناس، يعني شهرين يحذفوهم من السنه، يعني ما 10 اشهر، وال10 اشهر تجيهم متقطعه. مواد الى الوكلاء والمواطنين بنسبه 100%، وهنا وماده الطحين 10 وجبات المقرره من الوزاره تم توزيع على كافه المواطنين لسنه 21، وباشرنا بتوزيع الطحين الحصه الاولى لسنه 22. الرقابه الماليه والاداريه قالت أن هذا هو المقرر وكل شيء يسير وفق ما خطط له، لكن على ما يبدو أن هذا التخطيط لم يعد يكفي حاجة المواطن الذي بقي وحيدا في معترك الحصول على قوت يومه. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.